أولا السيدات والسادة الوزراء، وزير العدل محمد صالح بن عيسى، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وزير الداخلية ناجم الغرسلي، وزير الشؤون الخارجية طيب البكوش، وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، وزير المالية سليم شاكر، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، وزير التربية ناجي جلول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن، وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري، وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليومباعي، وزير الصحة سعيد العايدي، وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة الأخضر، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي، وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد صديق، وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش، وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد، وزير التجارة رضا الأحول، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، وزير النقل محمود بن رمضان، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى دقيق، وزير التكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب الأزهر العكرمي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، الكاتب العام للحكومة أحمد زروق. ثانيا السيدات والسادة كتاب الدولة، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون المحلية هادي مجدوب، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد شلايفة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدولي، كاتب الدولة لدى وزير المالية بثانية أغلان، كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لميا الزريبي، كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفة بالتعاون الدولي أمال عزوز، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي بالقاسم صابري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارني، كاتب الدولة لدى وزير الصحة مكلف بتأهيل المؤسسات الشفائية نجم الدين حمروني، كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بشؤون الشباب شكري التارزي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بالإنتاج الفلاحي آمال النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بالصيد البحري يوسف الشاهد، كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بالإسكان أنيس غديرة. هذه تركيبة الحكومة الجديدة، وإن شاء الله بتكون لقاءات أخرى في محطة أخرى، وشكراً.